وورش بناء المدن الذكية تضم لاعبين كثر. شركة أنكس أن تعمل في مجال تزويد الخدمات والاستشارات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تحقيق التحول الرقمي إقليميا. وللمزيد معي في الاستوديو الرئيس التنفيذي للشركة سيد غازي عطالله. غازي أهلا وسهلا بك. شكرا. إذا نظرنا إلى أجندات التطوير المديني لمدن المنطقة، يعني هل تعتقد بأنه موضوع استحداث أنظمة مواصلات ذكية يجب أن يحتل مرتبة متقدمة على هذه الأجندات؟ أكيد يجب، ولكن يعني كل مدينة تفترق، عندها أولويات، كل مدينة عندها أولويات خاصة فيها، والأولويات ممكن يكون النقل الذكي أو المواصلات الذكية، ممكن يكون أنه عندهم مشاكل في الازدحام. إذا عنده مشاكل في الازدحام، عنده مشاكل في النقل بشكل عام، هذا بده يخلي أنه النقل الذكي يكون من أولويات المدينة في التطور الذكي. فنحن منقول أنه احتياجات المدينة هي اللي بدها تأثر سلبيا أو عفوا تأثر بطريقة جيدة على شو هن الأولويات، شو هن البريوريتيز تبع هالمدينة، والسمارت ترانسبورتيشن يكون واحدة من الأولويات المدينة هذه. هل هناك مدينة ذكية بدون نظام نقل ذكي؟ لا، لأن النقل الذكي هو يعني مثل إذا بدك الفينز تبع المدينة. يعني لازم يكون في عندك تسهلي موضوع النقل. يعني إذا قلنا نحن أنا شو النقل الذكي، هو عبارة عن تعطي فرصة لشخص أو شيء transportation of goods or people للنقل من نقطة ألف لنقطة ب بأسهل طريقة ممكن وأسرع طريقة ممكن. فهذا بده يكون من الفينز تبع المدينة الذكية أكيد. ولكن قديش مهم هالموضوع في مدينة A أو مدينة B هي حسب أولوياتها، حسب مشاكلها الموجودة حاليا. طيب غازي، هل هناك نظرة واضحة أو نهائية لمفهوم يعني حلول النقل الذكي، أم أنه هيدا موضوع in the making؟ يعني هل هيدا موضوع اليوم قابل للتفكير وإعادة التفكير والاختبار؟ وإذا كان كذلك، هل هناك مدن تصلح أكثر من غيرها لتكون حاضنات للابتكار؟ نعم، الموضوع بيتطور بشكل دائم. يعني إذا الهدف هو نقل من نقطة ألف نقطة باء بأسهل وأسرع طريقة معقولة، هي عبارة عن استعمال التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف. والتكنولوجيا بتتطور، في اليوم إنترنت الأشياء، في الإلكتريكال فيهيكلز، في الأوتونومس فيهيكلز، في فعطول لازم يكون في احتضان لهالتكنولوجيا هذه واستخدامها لهالهدف. فعطول راح يكون في تطور. هذا الموضوع ما بينتهي مثل اي موضوع تاني. It's a journey. منا an actual something that you achieve. هل دبي يعني عندها edge او ميزة عندما يتعلق الامر بخوض بشكل ريادي في مجالات الابتكار عندما يتعلق الامر بالنقل؟ أكيد دبي بشكل عام، حتى مش بس بموضوع النقل، بس حتى كمدينة ذكية، هي نموذج عالمي. صارت نموذج عالمي. مدن من المدن المتقدمة، يعني ما بتتصوري، مثل سنغافور ولندن وغيرها، عم بيطلبوا يجوا على دبي تيشوفوا شو هو اللي موجود في دبي، وفسروا لنا عن الاختبارات اللي خطوها وشو عملتوا من موضوع البيانات، موضوع النقل الذكي و. فصارت نموذج عالمي. صارت نموذج عالمي لأنه طبعاً القياديين يعني يتمتعوا برؤية، يتمتعوا بقدرة أخذ قرار بشكل سريع. فهذه بتخليها تكون طبعاً نموذج عالمي وحاضنة ابتكار التكنولوجيا، مثل ما عم نشوف أطلقنا في دبي انطلق autonomous vehicles، تاكسي درونز، electrical vehicles و. يمكن غازي ذكرت كمان من بين هاي الأدوات اللي يمكن معا مجتمعة رح تشكل حلول منظومة النقل الذكي، إنترنت الأشياء. نعم. اللي بعده موضوع مثير ويعني فيه شوية غموض بعض الأحيان في موضوع الانتر كونكتيفيتي والعلاقة الترابطية والمتداخلة بين إنترنت الأشياء وبين النقل. ماذا يمكن أن نقول هون؟ هو إنترنت الأشياء عبارة عن أنه كيف فينا نوصل لحيالله شيء في العالم الواقعي ونوصله للعالم الرقمي. يعني نقدر نحط سنسر مثل ما بيقولوا في الطريق أو في سيارات أو في حتى إشارات السير وغيرهم على إيدنا، ويصير في تكامل وترابط ما بين هالأشياء هذه الموجودة.
بس يصير في تكامل وترابط، بيصير في نوع من الاكستشينج اوف داتا، يعني بيصير في ما بيانات ما بين هالاشياء، ومنها بيصير في مثلا سياره ماشي بالطريق والطريق تحكي مع السياره بحكي بسيط، يعني بتحكي مع السياره بتقول لها روحي على اليمين وتروحي على الشمال، او في اشاره حمراء قدامك، او في اذا بدك ازدحام، او في عندك هلا اوبشن ثاني فيك توقف وتاخذ مثلا هالنوع التواصل يعني كان باص كان مترو كان الكتريكال فيكل كان سيلف درايفنج فيكل. فهي التكامل والترابط ما بين الاشياء والعالم الرقمي هي هاي الانترنت اوف. طيب سؤالي الاخير، في المدينه الذكيه هل كل هذا التواصل بين الاشياء يؤدي الى تكوين بيانات كبيره يتم تحليلها في جهه مركزيه ما؟ هو يقول هو نحن بنقول على طول البيانات هي الفيول اوف سمارت سيتي، يعني البيانات اساس اي حركه بدك تعمليها في المدن الذكيه. وفي دبي تم طبعا نشر اذا بدك داتا لو وداتا ليجيسليشن وداتا بوليسيز تيصير في تكامل ما بين الاشياء وتنظم الموضوع. فحوكمه الداتا وحوكمه البيانات كثير مهمه في اي مدينه ذكيه، وفي دبي رواد بهالموضوع وما شاء الله نموذج كمان. غازي عطله الرئيس التنفيذي لانكسن، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.